الأفكار مكانها الترفيه، النماذج مكانها المناسبات، الإنتاج والتصنيع مكانه الجدوى والربح. الفكرة يتم تحويلها إلى نموذج ومشاركته في المناسبة إذا كانت نالت استحسان المتذوقين لها أصبحت مقبولة، إذا لا يتم تعديلها أو صرف النظر عنها. في المرحلة الأخيرة يتم تحويل النموذج إلى منتج متكامل، وهذا يتطلب رأس مال وعمل مؤسسي ضخم، ولكن ما حنقدر نوصل للمرحلة هذه إلا لم يكون النموذج مقبول ومجرب. هذا المختصر المفيد في آلية العمل اللي نحن في دار علم بنمشي عليها. في دار علم التركيز يكون على الجانبين الترفيهي والتعليمي والجانب النماذج التجريب اللي هي لها علاقة بالمناسبات. الجانب الأخير اللي هو جانب تحويل النموذج إلى منتج متكامل، هذا دور لال أو دي اس بي كجهة استشارية تكون موجودة تساعد في تسهيل والتنفيذ، ولكن أكيد في مؤسسات من قطاعات مختلفة هتقوم بالدور التنفيذي في هذا الجانب. تفصيل الفكرة الآن بوجهة نظر واحدة طبعا ما هتكون 100% سليمة، ولكن هذه نظرة مبسطة لتصور سير العمل كيف حيكون. فكرة، نموذج، مشروع. في مرحلة الفكرة نحن قلنا في الترفيه هو المكان المناسب أنه يتم جمع أفكار المنتجات والخدمات المستقبلية، ولكن نشاط الترفيه برضو كمان نشاط مؤسسي ويحتاج إلى إشراف إداري وفني. نحن حاولنا كدار علم أن نحن نقوم بالدور هذا ولكن لم نستطيع، فبالتالي الاعتماد هنا حيكون على الجهات اللي هي ليها نجاح في الجانب الترفيهي والأقرب للمجال التقني. هذه هي الأماكن اللي تكون ممتازة لاستقطاب الأفكار الجديدة وجمعها وحصرها ومشاركة الأفكار بشكل عام. في جانب النشاط، نشاط التدريب واللي هو المكان اللي ناخذ الفكرة ونحول النموذج، هنا مكان هو أساسه تعليم. الشخص اللي بيجي هنا يبغى يجرب شيء، يبغى يتعلم، يبغى يعرف مدى القبول، يبغى يعرف مين الأشخاص اللي ممكن يستعين بيهم في التنفيذ وإلى آخره. هذا المكان يكون نشاط ويكون شبيه بالمناسبات الفنية بشكل دوري ومتكرر زي دوري الكورة. يتم فيه استعراض نماذج الأفكار، النماذج هذه يتم تذوقها من الحضور وتقييم الأداء وتوجيه النقد فيها، تصحيحها بحيث أنها تكون
تنال الرضا التام ويكون منتج مقبول. هذه العملية هي عملية لا نهائية وهي مرتبطة بالخدمات. الناس اللي هم شغالين في خدمة معينة هم اللي يكونوا موجودين في النشاط هذا وتحت إشراف المؤسسة الفنية اللي تكون موجودة في النشاط. الفكرة هي تتحول لمستند. خلاصة الفكرة تتحول إلى مستند واحد يحمل موجز عن الفكرة وقالب محدد. يعني ما يكون كل واحد كل فكرة تكون مكتوبة بطريقة مختلفة، يكون قالب واحد. هنا بالنسبة للنموذج برضو النموذج لو نجح وكان فيه قبول وفي ناس استحسنته كان يكون مثلا أكلة، والأكلة هذه كانت مذاقها ممتاز وجيد وفي ريفيوز لها وفي تقييم ممتاز، بالتالي تتحول إلى يعني يتم كتابة مستند مشروع. مستند المشروع هذا يكتبه مختص إداري بحيث أنه يذكر فيها الدراسة الجدوى والخطة الإدارية في تحويلها، تحويل الأكلة هذه إلى مطعم. نحن بنتكلم الآن في الجانب الإداري. كده هو اللي يروح لحاضنات الأعمال والمراكز التمويل بحيث يتم استعراضها واستقطاب ممولين للمشروع ويتم تحويل المشروع هذا إلى مشروع قائم ومنتج واضح المعالم. والنشاط هنا نشاط ربحي بحت ليس له علاقة بالفن. المنتج هذا ممكن يتعاد تدويره مرة ثانية، ممكن يرجع خطوة بأنه يتم التعديل على النموذج الأساسي تبعه ويعود بمستند مشروع جديد ومشروع جديد، وممكن يرجع خطوتين أنه هو تنعاد صياغة الفكرة. والمنتج الواحد داخله ممكن يكون أكثر من منتج، وهو كمنتج ناجح وهو كمنتج حتى مستهلك يكون هو مصدر لشركات أخرى في استخلاص المواد المستخدمة في المنتج. هذا الموضوع يعني شرحه باختصار، ولكن أكيد في تفاصيل كثيرة، ولكن من التجربة تبين أنه الاعتماد على الإشراف الإداري والفني في النشاط الترفيهي والإشراف الفني في نشاط التدريب والإشراف الإداري في النشاط الربحي هو مناط في بيئة العميل. ولو كنا نتكلم في مصر معناته لازم المؤسسة هذه تكون مصرية، لو كنا نتكلم في السعودية نفس الموضوع، لو كنا نتكلمنا في أمريكا نفس الموضوع، لأنه الحيثيات تختلف والعميل والزبون ثقافة وبيئة يختلف. وبالتالي البحث عن شراكات الآن هو الحل الأنسب، أما التنفيذ بدون الدراية الكاملة بتفاصيل السوق هذا فيه مخاطر. وشكرا والسلام عليكم.